ينضم إلينا من مدينة درعا الناشط الإعلامي أبو الهدى الحريري. أبو الهدى، أولا هل تأكدت حتى الساعة أو أنباء مقتل 3 ضباط إثر إسقاط الطائرة، وأيضا عن البراميل المتفجرة وحصيلتها في درعا؟ نعم، بالنسبة للضباط فالخبر تم تأكيده بمقاطع فيديو ظهرت من الشمال السوري. أما بالنسبة للجنوب في محافظة درعا فهناك اشتباكات مستمرة على مطار الثعلب العسكري تقوم فيها الجيش الحر لمحاولة أيضا بالسيطرة على مطار الثعلب العسكري، ولكن طائرات النظام يعني تقطع الطريق على الثوار بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، حيث ألقت اليوم الطيران المروحي أكثر من 30 برميل على قرية أم ولد وعلى محيط قرية أم ولد وعلى أيضا المليحة الشرقية والغربية وعلى بلدة مدينة الحراك عفوا. يعني هناك عدد من البراميل بشكل كبير، أيضا مدينة درعا نالت نصيبها من البراميل المتفجرة وغارات الطيران الحربي وأيضا تل الحارة وحول تل الحارة ومدينة الحارة. اليوم أيضا مدينة البصرة الحرير كان لها نصيب اليوم من البراميل المتفجرة، حيث ألقي عليها أيضا 4 براميل متفجرة أحدثت دمارا هائلا في المدينة وفي القرى التي ذكرتها أيضا بقصف هذه البراميل. أيضا هناك إطلاق صواريخ ثقيلة من نوع أرض أرض من اللواء 12 البوش 175 على مناطق الاشتباك مثل مطار الثعلب. أيضا اليوم قام الجيش الحر باستهداف تحصينات قوات النظام على أطراف بلدة عتمان بقذائف الدبابات، وأيضا لاقى ذلك قصف براجمات الصواريخ من قبل نكتفي بهذه كتيبة التفاصيل. البانوراما والملعب. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل أبو هدى الحريري.